Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var. عم تقول أخ؟ طبعاً، لأنه احتمال تناسب نقي العظم بين الإخوة بتكون مرتفعة كتير، حتى أنه بدنا ناخد عينة للتحليل من نقي العظم للأب والأم والأقرباء. طبعاً الكل جاهز يتبرع. آسيا، ممكن أولادك يتبرعوا؟ طبعاً هيلين، بس أنتي لا تخافي، المريض أحمد طلب يشوف أبوه. بده يشوفني إلي؟ بس قلي دكتور، خايف ابني يسألني عن شي وما أعرف جاوبه، محتار كيف بدي أتصرف معه. بس فوت لعنده هلأ، بركي سألني إمتى بده يرجع على البيت. يعني فهمني شو قله دكتور. بفهم وضعك جمال بيك. أول شي نحن لازم نعمله هو ناخد عينات للكل من نقي العظم، وبعد هيك النتائج بتطلع خلال 4 أو 5 أيام، وخلال هاي الفترة تقدروا تاخدوا أحمد على البيت. بس أحمد بوضعه الحالي جهاز مناعته كتير ضعيف، ولهيك لازم تهتموا فيه وتكونوا حريصين عليه. وطبعا لازم يضل بعيد عن الأماكن اللي فيها زحمة ناس وكل شي مرهق. طيب أنا فايت شوفه شوي. ماشي، عليه العافية. أي شي بتحتاجوه خبروني بالإذن. خلاص اهدي. تمام، طولي بالك أختي، لا تخافي، قال الدكتور أنه رح يتحسن. بابا؟ ها؟ نعم يا روح بابا، جيت لعندك أنا. قلي شو بدك مني؟ وطمني كيفه ابني البطل هالنمر اللي ما بيخاف من شي. أنا منيح بابا، قلي أنا مريض شي؟ أنت مريض شوي بس لا تخاف. يمكن مرضت لأني أكلت حلو كتير. مو هيك؟ مو هاد السبب؟ بس ليش خايف أنت؟ ما تكون عم تأكل بدون ما نعرف؟ ايه طبعاً، الخالة أمينة بتعطيني قطعة كتير صغيرة بس هالقد. لك صحتين عقلبك، دخيل روحك يا عم. لك أنت قطعة من قلبي. شوف، وهي أمك إجت كمان، بعد شوي رح نروح على البيت، بس لازم نرجع لهون بعدين، يعني أنت لسه ما طبت منيح. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا بابا. تمام. حبيبي أنت يا روحي أنت. وقور فوت استنى أحمد جوا. ما بدي، رح ضل قاعد هون لحتى يجي أحمد. حبيبي الجو صار بارد كتير، وبس يوصل أحمد بتشوفه جوا البيت. قلتلك ما رح فوت لجوا قبل ما يجي أحمد وشوفه. شكلك معتبر أحمد مثل أخوك. يلا بكرة بتعتبر جمال مثل أبوك. رح يجي يوم وتقله بابا. ها ليكن اجوا. اوبا، وهي وصلنا. تعال يا روحي. نرجس ضليتوا ناطرين كل هالوقت برا؟ ايه ماما، أقور ما رضي يفوت لجوا. احمد انت منيح اخي؟ ايه منيح. لا تضمه كتير بعد عنه مشان ما يختنق. تعرفوا نحنا هلأ اجينا من المشفى ولازم نكون حريصين من أي عدو، المناعة عنده كتير ضعيفة. أقور مانو مريض مثل ما أنك شايفة. نرجس أنا قصدي إنه لازم ننتبه. يلا يا روحي. ماما بدي ألعب مع أخي أقور. ها
حبيبي هلأ مو وقت اللعب، أنت لازم ترتاح. طيب منلون مع بعض، فكرة كتير حلوة. حتى تلوين ما فيكم، أنت لازم ترتاح بهذا الوقت. ماما أمانة خليني. هيلين خلص لا تبالغي، تركيهم للأولاد يلعبوا. جمال نحن جايين من المشفى والولد تعبان، هلأ مو وقت التلوين، خلص بكرة الصبح بيلعبوا. أحمد حبيبي كلام أمك صح، أنت هلأ تعبان بكرة الصبح بتلعبوا. إيه؟ إيه حبيبي بكرة الصبح بتلعبوا. ما رح يتعب إذا لعب. نرجس أمي شبك وقول له زمان عم يستنى أحمد وزعلان وقلقان عليه، وهي عم تتصرف كأنه أوغور فيروس بده يعدي. بصراحة مالي خلق أتحمل تصرفات المراهقين ابنه. يلا ابني تعال يا أولاد أجلوا اللعب لبكرة. إيه؟ ماشي. وإنت إذا حبيت منلعب مع بعض هلأ. لا ما بدي، كنت بدي سلي أحمد لأنه مريض وبابا بيلعبني. مثل ما بدك. هيلين متوترة ومتضايقة لأنه أحمد مريض وكان تعبان وهي خايفة عليه، لهيك ما خلتكن تلعبوا هلأ. يعني أحمد مريض كتير بابا؟ ايه بابا بس رح يطيب ان شاء الله. جمال انت خده على الغرفة، بدي احكي مع ماما شوي. بس رجاء ممكن تهدي شوي لانك قسيتي على أوغور، لبقت عيديها. لما بينتبهوا على تصرفاتهم وقتها انا ما رح ضايقهم ابنه. ممكن تاخذ لي الشنطة لجو؟ شكرا كثير يا روحي. ايه حبيبي شو حابب نعمل يا روح قلبي؟ انت بدك تنام ولا بدك نلعب على الكمبيوتر شوي؟ بدي اياك تنيمني بابا. طيب رح اخذك على تختك وننام. يلا بنتي يا روحي، بنتي حبيبتي، طمنيني قولي لي شو قال لك الدكتور؟ شو هالمصيبة هي؟ كيف مرض ابني؟ ما عم بقدر صدق هالشي امي. انا كيف ما انتبهت انه ابني مريض لهالدرجة وعملوم حالي؟ اصلا كل الحق علي. يمكن لاني التهيت بقصة جمال وآسيا وصار تفكيري مركز عليهم، لهيك ما قدرت لاحظ وما انتبهت انه ابني كان مريض وتعبان لهالدرجة هي. بنتي ليكي لا تضلي تلومي حالك، كيف بدك تعرفي انه هيك بده يصير؟ رجاءا خليكي قوية يا بنتي، ليكي ابنك هلأ بحاجتك. خلينا بالمهم، شو قال لك الدكتور؟ ما فهمت عليكي على الموبايل، كنتي عم تقولي في طريقة علاج ناجحة لأحمد من هالمرض؟ أول شي بدهم ياخدوا عينة من نقي العظام، وسألنا الدكتور إذا كان عنده أخوة لأنه نسبة تناسب عينة نقي العظام من الأخوة بتكون عالية كتير. إيه؟ وجمال وآسيا شو قالوا؟ قالوا عنده أخ؟ لا بس قلنا للدكتور إنه الكل جاهز. تخيلي هالقدر يا أمي، صارت حياة ابني مرهونة بولاد هديك المرأة. شفتي على هالموقف التافه؟ لا تقولي عنه تافه بنتي، بالعكس نحن محظوظين كتير. تخيلي لو ما كنا منعرف عن هالولدين وما كان عند أحمد أخ شو كان صار؟ معك حق، حتى آسيا قالت ما عندها مانع بس بتمنى ما تصير شي مشكلة. لا يا بنتي جمال ما بيسمح تصير أي مشكلة إن شاء الله. أوف تعرفي أمي إنه كنت جنب المخفر لما اتصل فيني جمال وخبرني إنه أحمد بالمشفى، كنت رح فوت وبلغ عن آسيا، ولو كنت مبلغة عنها يمكن ابني ما كان عنده أمل ابنه.
يعني أنا قبل ساعة كنت رايحة أحبس آسيا لأرتاح منها، وهلأ أنا صرت بحاجتها. خلص بنتي، لا تضلي تفكري بهالطريقة هي، اهدي. بس يطيب أحمد رح نفضاله ونعرف كيف نرتاح منها. ماشي بنتي، تعي يا روحي، تعي يا عمري. انتي بنتي الغالية يا قلبي. الحمد لله على سلامته جمال بيك، ان شاء الله بيطيب وبيرجع لنا بخير وسلامة ان شاء الله. حماتي حفيدة الخالة وصفية انصاب بنفس المرض، والحمد لله طاب وصار بخير. صحيح كلثوم، حكيتي لي عن هالقصة، حتى وقتها لقينا له دكتور منعرفه، مو هيك؟ احكي لي شو صار، كيف طاب هالولد؟ قالت لي إنه أخذوا عينة من نقي عظم أخوه وزرعوه فيه، والحمد لله الولد صارت صحته منيحة. واللي ما عنده أخ؟ لا تخاف يا عمي، أصلاً أحمد عنده أخوة ورح يطيب أكيد. شو قصدك إنه جمال عنده أولاد ما بنعرف وينهم يا زاهدة؟ أنتي ما رح تبطلي تحكي كلام فاضي؟ أنا ما قصدي هيك أبداً، بس أنا كل هالفترة عقلي مخربط وماني مركزة شو عم بحكي. بكل الأحوال بتصير هيك قصص بالحياة عادي، يعني نحن ما فينا نوثق بالرجال لأنه بيعملوا هيك شيء أكيد، يعني بركي عنده شيء ولد وما منعرف فيه، وأنت كمان فاجأتنا وجبت ابنك لعنا على البيت بعد كل هالسنين هاي. زاهدة، ممكن بلا هذا المزح؟ ما حدا رايق هون هلأ. أنا ما عم بمزح أبداً، أصلاً كلامي كتير واضح، ويمكن يكون في عنده أخ وابن عم وعيلة كمان، شو بيعرفني صح؟ يعني قصدك حتى قرايبينه ممكن العينة تبعهم تتناسب؟ تماماً. نرجس وأجور مناسبين، لا تخافي. لأنه هي لينو أخي أخوة، هيك قصدي، ونحن كتار إلا ما يلتقى عينة مناسبة. جمال بيك، نحن بكرة رايحين على المشفى. ماشي، ما بدي حدا يحاول يوقفني، بدي روح بكرة واتبرع بالدم. بس وضعك الصحي ما بيتحمل، خلينا نستشير الدكتور لأنك حالياً عم تتعالج. بعد هالعمر شو بدي غير يعيش حفيدي؟ رجاءً لا حدا يزعجني، بدي يتبرع. لا عمي، عملية التبرع في إلى شروط، والمتبرع ما بيتضرر، بس بسبب وضعك الصحي هلأ ما بعرف، يعني الأدوية اللي عم تاخدها يمكن تمنع التوافق أو قيم دمك منخفضه، لهيك لازم نستشير الدكتور. صحيح. معناها منروح على مشفى سيد تورغوت، منحلل الدم عنده، على القليلة نحن منعرفه. معك حق. يا جماعة ما بدي تكونوا متشائمين، لا تضلوا زعلانين، أكيد نحن رح نلاقي حل. إن شاء الله يا هارون بيك. إن شاء الله، إن شاء الله خير. يا ويلك مني إذا ما بلحق الباص يا أسعد. أنا قلت لك الحكي راجي بيك، أصلاً هذا آخر باص بيروح على أماسيا. الباص رح يمشي يا أسعد ولازم لحقه. جنيت أنت بعد السيارة من هون. لحظة شوي أخي، بعتذر منكم وبعتذر من الكل لأني رح أخركم، لأنه الموضوع هو مسألة حياة أو موت، تحملوني شوي. شبه هات شو صاير معه؟ راجي؟ يلا انزلي ميرال، خلينا نحكي. انت جنيت شي؟ انا ما رح انزل ابدا. ايه جنيت، واذا ما نزلتي هلا انا رح جن اكتر واكتر. ليك راجي، انا قررت اني روح من هون وخلص. ميرال شو هالتصرف هذا؟ خلينا نحكي، لازم نتفاهم وبعدين بتروحي. راجي الكل عم يتطلع فينا، روح لا تخجلني. يلا خلصنا، بدنا نمشي. ميرال رجاء انزلي. خلص راجي نازلي. تمام ماشي الحال، شكرا يا جماعة. شكرا كثير، يلا ما فيني استنى اكثر. نزل لنا الشنطة من الباص رجاء بسرعه. انت شو عم تعملي ميرال؟ اكيد الوقحة زاهدة عملت شي معك، لهيك انت هربتي. ما راجي، زاهدة ما عملت شي معي بنوب، انا اخذت قراري، بدي ارجع على بيتي باماسيا وانت بتروح على بيتك وخلصت القصة. انت ليش عم تعملي معي هيك؟ حاسس كأنه في وحدة تانية قدامي، مو أنت ميرال اللي بعرفها. شبك جنيتي؟
شو يعني جنات؟ أنا فكرت وقررت نترك بعض، كمان أنا ما بحب عيش باسطنبول. إيه ممتاز، معنا تبروه معك على أماسيا. راجي بترجاك مو ناقصني جنانك هلأ. لوين رايح استناني؟ شو هالحصاد؟ هيك لازم نشتكي على شوفير الباص لأنه تركك وراح. انبسطت باللي صار هلأ؟ إيه طبعاً انبسطت، على القليلة صار معي وقت لأقنعك تضلي معي. راجي ما بدي ضيع لك وقتك أكتر، بصراحة أنا ما بحبك أصلاً. كل القصة أنك واحد غني من عيلة كبيرة، وهالشي هو اللي عجبني ولفتني نظري. أنت شو عم تقولي ميرام؟ أنا مستحيل صدق أنك كنتي معي لأنك طمعاني بالمصاري، ما رح صدق هذا الحكي. بس هي الحقيقة، كنت عايشة بأزمة عاطفية وتسليت وقضيت معك شوية وقت، ولما اتصل حبيبي السابق وطلب أنه نرجع لبعض أنا وافقت أرجع له، وهلأ رايحة على أماسيا لعنده يا راجي لأني بحبه كتير. أنت شو عم تقولي ميرال؟ شو هالحكي؟ أنا آسفة راجي بس هي هي الحقيقة. لحظة ميرال، لوين بدك تروحي هلأ؟ بترجاك تركني بحالي، ما بدي أكون معك. كم مرة بدي عيد كلامي؟ أنا ما بحبك افهم بقى، وما حبيتك من قبل أبداً، أنا بحب حدا تاني غيرك. أنت عم تحكي جد؟ أي عن جد. طمني عنك جمال. يعني ما فيني إلا كني منيح. أنا حاسس فيك، فيك تقول كيف بدي حس فيك وأنا ما عندي ابن، بس متعاطف معك على القليلة، هيك شعوري. كنت عم دور على طريقة لأحكي معك بدون خناق، لهيك اجيت بهذا الوقت لعندك. ماني قدران احكي لحتى نتخانق ماهر، فلهيك قول شو ما بدك، ما رح نتخانق، عم بسمعك. يلا مثل ما حكيت جوا، بدنا نعمل التحليل بمشفى تورغوت، ما بيقدروا يحللوا الا بهذا المشفى. يلي بعرفه عن السيد تورغوت انه بيحمي الهربانين، مو هيك؟ جمال انت ما بتعرف الحقيقة، لهيك خلينا نحكي برواق ونتفاهم رجاءً. شو الحقيقة يا ماهر؟ مو قاسي قتلت الزلمة اللي بتحبه؟ مو حابب أحكي عن هذا الموضوع، بس رح أحكي المهم. آسيا والولاد ما بيقدروا يحللوا غير بهذا المشفى، ما لازم حدا يشوف هوياتهم. صح، الولاد هربانين من الشرطة بسبب اللي عملته أمهم. شي حلو. إيه فينا نقول هيك. بظن نحن اتفقنا على مشفى سيد تورغوت، رحنا لهنيك من قبل، على القليلة نحن منعرفه ورح يكونوا بأمان. المهم يلتقى العلاج، وما بيهمني بأي مشفى، المهم يلتقى. خلص انت لا تخاف، إن شاء الله أحمد رح يكون بخير، لا تقلق. شكرا لك. أنا رايح، تصبح على خير. وأنت من أهله. الحياة كتير عجيبة يا فكرات، كأنه آسيا عاشت كل هاي الظروف وتعذبت بس لحتى تجيب الولدين لهون. معك حق،
كأنهم اجوا لهون لينقذوا حياة أحمد. إيه والله نرجس وأجور. تخيل يا فكرة، واحد منهم رح يكون سبب إنقاذ حياته لأحمد. صحي شو كان صار فيهم لو كانوا هالولاد معايشين هون؟ وين كان رح يلاقيهم جمال بيك؟ لنفترض لقاهم، شو بده يقول لعائلته؟ يمكن ما كان تجرأ وجابهم. دخيلك، المهم هلأ هنن قدامه والقصة محلولة. هالمسكين أحمد، تقطع قلبي على هالولد. إن شاء الله يطيب يا كلثوم. إيه فكرة، تخليك متفائل شوي. ليك فكر بالخير بتلاقي يا روحي. عم بيصير بهالبيت شغلات غريبة، كتير غريبة. دايما بقول في سبب لكل شي بيصير بهالحياة. كلثوم، صحيح زاهدة بتعرف إنه جمال أبو نرجس وأجور؟ طبعا هي بتعرف، سمعت ماهر وجمال بيك عم يحكوا هداك اليوم. يا فكرة، ما سمعتها شو حكت اليوم إنه في عنده أخوات؟ والله كتير خفت. منيح الكل فكرة مهبولة وما أخذ على كلامها، وهارون بيك ما شك بشي، ما اهتم بكلامها. ماشي، خلينا ننام يا قلبي، بكرة بدنا نفيق بكير ونروح هالمشفى. يلا تصبحي على خير. أوه وانت بخير يا روحي. أوف أوف. شو صاير لك؟ اللي بيشوفك بيقول ميت لك حدا من عائلتك. شو القصة؟ ميرال خلص تركت اسطنبول، طلعت لساتها بتحب حبيبها السابق. خلصنا راحت. زعلتني كتير. العمر إلك. آسفة. يعني خلاص تركتك نهائيا مو هيك؟ ايه تركتني. نعم. يعني يا راجي، انت شو كنت متوقع يطلع من هيك وحدة؟ واضح شو كان بدها منك. كانت رح تاخد مصرياتك وتضحك عليك وبعدين ترميك وتروح لعند غيرك. يا روحي، هاي النوعية من النسوان بعرفها وبفهم شو بدها. بعدين معقول حبيبي ما كنت حاسس؟ قديش طلعت على نياتك وما بتعرف بالنسوان؟ اي يمكن تعرف، بس لو اني رايقك كنت عرفت اتمسخر عليك على الموقف يلي حطيت حالك فيه. بس حظك كتير حلو اني مزعوجة اليوم. وليش مزعوجة؟ خير؟ شو صاير معك؟ احمد طلع مريض راجي. بشو مريض؟ شو صاير معه؟ المسكين طلع معه سرطان بالدم. شو؟ عم تحكي عن جد؟ ايه والله. يا ربي على هالخبر. طيب شو قال الدكتور؟ شو وضعه هلا؟ يا ترى في امل يتعالج ويطيب؟ طلب من الكل انه يحللوا دم، ما بعرف اي شيء تاني. يا روحي انت، اكيد رح تطيب. جمال، كيف ما انتبهت انه ابني مريض؟ اتهمت أجور انه ضربه لما شفت ايده ورمانه. ما فكرت يكون ابني مريض؟ ما حدا كان منتبه. هيلين، لا تلومي حالك خلص. بس انا امه يا جمال، كان لازم انتبه عليه. الفتره الاخيره كان تعبان ومو على طبيعته، المفروض اخده على الدكتور يفحصه. هيلين، الدكتور ما قال إنه تأخرنا. خلص حاجة تلومي حالك، وأحمد أكيد رح يطيب من هالمرض. بتمنى هالشي. أكيد رح يطيب. تتذكري لما ارتفعت حرارته وهو كان صغير؟
ضليتني ابكي عليه للصبح من خوفي بوقت، وانا حطيت فوق بطانيات لحتى يعرق من خوفي مع انه حرارته عاليه. قلت لك وقتها لا تغطيك الهلاد. ولا تلومي حالك مرة تانية، انتي أم منيحة. عن جد عم تحكي؟ طبعا متأكد من هالشي، صدقيني. رح تقبل آسيا تعطينا عينة من نقي العظام؟ رح ترضى. أنا حكيت مع ماهر من شوي. عن جد؟ ارتاحي، الكل واقف معنا، أنت لا تخافي. الحمد لله. طيب إذا تعبانة نامي وأنا رايح نام. يا عمري أنت. صباح الخير بنتي. صباح النور أمي. إيش شو هالحالة؟ مبين اليوم مرتاحة. عن جد؟ شكراً كتير لإلك، حاسة حالي أحسن من مبارح. برافو، خليكي دائماً قوية مثل ما بعرفك حبيبتي. أمي بتعرفي إنه جمال ضل معنا كل ليل وما تركنا؟ وكل ما فتح عيوني ملاقي فايق. عن جد؟ معناها أكيد فهم شو هي قيمة عيلته. بتمنى، بلكي هذا المرض بيربطنا مع بعض أكتر أنا وياه. دائماً المصايب بتجمع الناس بنتي. رح يفهم هالشي بمرض أحمد، وأكيد رح يعرف أهمية عيلته ويحس قديش مهم يضل معهم. بتمنى. ماما أنا كتير متعلقة بابني وبزوجي وهنن كل حياتي، ما فيني أعيش من دونهم ولا لحظة. رح يكونوا كل العمر جنبك، وأنا متأكدة هيك رح يصير. آه يلا، رح يكون هاليوم طويل ومتعب، عنا روحة على المشفى. قلسوم ليش لسه ما حضرتي الفطور؟ أنا كتير جوعانة. ما حضرته لأنه الكل رايح على المشفى بعد شوي، أنا بس حضرت سندويشتين لنرجس وأوجور. إيه لازم تهتمي بنرجس وأوجور منيح، لأنه يمكن ينقزوا لأحمد. شو عم تعملي هون؟ ما تكوني خايفة ومتوترة لأنه مرض أحمد رح يكشف حقيقة ولاد جمال كمان. ماني رايقة لكلامك زاهدة. ما عرفتي إنه رفيقتك راحت روحها بلا رجعة وزوجي أخيراً رجع لي؟ لوين راحت؟ شو بيعرفني، يمكن راحت على أماسيا لتخرب بيت واحد تاني. هي رفيقتك لازم تعرفي لوين راحت. زاهدة أحكي باحترام. ما بدي أحكي باحترام لأنها بتستحق الإهانة. فوتي هي المرة على بيتي وقعدت معنا وأكلت ببيتنا، هالبنت قليلة أصل. كانت رح تاخد زوجي مني وتخرب بيتي. أكيد عملتي شي لميرال. أنا ما عملت لها شي، بالعكس حكيت معها بكل احترام وهدوء وقلت لها انقلعي من هون وتركي زوجي بحاله، وانقلعت والحمد لله. قلسوم كملي العصير ورح أرجع بعد شوي أنا. يلا روحي احكي مع رفيقتك وعرفي وينها، وأمانها خبرينا وينها. قلسوم أمانة حضري للولاد سندويش في غذاء منيح، وحطي فيه مربى ودبس وزبدة، وعملي لي معهم أنا كمان سندويشة. ماشي زاهدة خانوم، رح ساوي لك سندويشتين. خليهم ثلاثة. ماشي بعمل لك ثلاثة. شكرا يا حبيبتي. شو هالتغيير كله؟ من بعد ما راحت ميرال صارت هالمرة كتير لطيفة. بس سمعت آسيا كلام كتير قاسي. المهم لكمل لف سندويش. ميرال قالت لي زاهدة أنك رجعتي على أماسيا، قالي لي شو عملت معي؟ لا يا روحي لا تخافي، ما عملت شي معي، أنا حابة أرجع على أماسيا، هيك أفضل لحياتي آسيا، وهذا هو قراري النهائي. كتير فكرت وحسيت أنه لازم أكون بعيدة، لا أقدر أنسى راجي. طيب وينك أنت هلأ؟ بالبيت؟ لا باسطنبول. بصراحة كنت رايحة من مبارح، بس راجي منعني روح.
وقف الباص وهو ماشي. لهيك قلت رح ضل بالفندق وما حبيت ارجع على البيت. ما بدي راجي يشوفني. وحجزت اليوم المساء. رح سافر على أماسيا. طيب فهميني كيف بدك ترجعي على أماسيا؟ شو نسياني صورك طلعت على التلفزيون مع راجي؟ ما رح تقدري تعيشي هنيك، بتكوني صرتي على الكبتن من الناس. طيب شو بدي أعمل يا آسيا؟ لوين بدي روح؟ وهيك أحسن. ما بدي راجي يرجع يلاقيني، بدي إياه ينساني. طيب يا روحي ما في داعي ترجعي على أماسيا لتبعدي عن راجي وتنسي، واسطنبول مدينة كبيرة كتير. طيب ليكي بحكي مع ماهر بيلاقي لك شغل هون، وإلا ما نقدر نحلها، بس أنتي لا تروحي، أنا كتير بحاجتك. والله وأنا كمان بحاجتك كتير يا آسيا، وحاب يكون قريبة منك لأقدر شوفك. طيب ماشي أنا موافقة، احكي مع ماهر بلكي بيساعدني. ماشي رح أحكي معه وبخبرك شو بصير. المهم لا تزعلي ماشي؟ وأنا كمان، وأنا انتبهي على حالك. أجور؟ شو عم تساوي؟ ولا شي، أنا ناطر ماما لأنه بدنا نروح على المشفى. صح، مشان يطيب أحمد من مرضه. شو صاير مع أحمد؟ أحمد تعبان شوي، بس الدكتور قال رح يطيب، وأنا وأحمد بحاجة لمساعدتك أجور. بعرف، قالت لي أمي هالحكي. وأنت حابب تساعدنا؟ طبعاً حابب ساعدكم، أحمد أخي وأنا كتير بحبه كمان. يا عمري أنت قلبك طيب كتير. طبعاً لأني بشبهها لأمي. يعني على الأغلب، بس كمان أنا مالي واحد سيء. ليك أنت ولد ذكي وكتير لطيف، تعرف هالشي؟ ابني حبيبي. ابني الغالي. يلا ابني خلينا نجهز حالنا لنروح. ماشي ماما. شكرا كتير. العفو. أنا سابق لك. بدي أطلب منك طلب أوجور، أصحك تقول لأحمد إنه هو مريض ماشي ماما؟ بعرف ما رح قله شي، دائماً بتقولولي بس نعمل الخير، ما لازم نحكي فيه. تماماً هذا الصح، لأنه الإنسان ما لازم يستنى مقابل للخير اللي بيعمله، هالشي غلط. وغير هيك أنت وأحمد إخوات يا روحي، شو ما حكوا وشو ما قالوا، الحقيقة أنك رح تضل أخو الكبير ماشي؟ أنت ونرجس وأحمد إخوات ماشي يا أمي؟ ماشي ماما، بعرف. برافو عليك. هاي آسيا اللي بعرفها، بس لهلأ عقلي ما عم يستوعب كيف عملت هديك الجريمة. أنا ما عم بقدر صدق كيف قتلت. الكل فاق بكير مشان يروحوا على المشفى لحتى يحللوا دم، وما ضل غيرنا هون. رح أخذ الأولاد. السيد تورغوت ناطرنا بالمشفى. إيه ماشي، منروح سوا لك. لا ما في داعي، لا تعذب حالك خلص. ماهر ما عندي القدرة أخذ وأعطي معك هلا، حابب إني أكون مع أولادي، رح أنطركم تحت. يلا ماهر بيك، أنا كنت بورطة كبيرة وأنت ساعدتني فيها، وهلأ إجا دوري لرد لك المعروف. العفو لا تحكي هيك، أنا يلي بدي أتشكرك على هذا المعروف. رح أعمل تحاليل أوغور ونرجس بسرية كاملة، ورح أشرف على الموضوع بنفسي، وما رح نحط أسماءهم الحقيقية بالتحليل، فلا تشغل بالك. هاد تاني معروف بتعمله معي،
شكرا كثير لك. ما تاكل هم، بكفي انه الولد يطيب. شكرا. جمال بيك، انت بتكون ابو للمريض احمد مو هيك؟ ايه، ونرجس وأجور كمان. عن جد؟ ما كنت بعرف. كنت مفكر ماهر بيك ابوهم. لا، هن مالهم اولادي. بما انهم اخوه النسبه مرتفعه مو هيك؟ طبعا الاخوات نسبه توافقهم مرتفعه اكثر، حتى من الام والاب والقرايبين. لا تشغل بالك. ان شاء الله متفائل رح تكون النتيجه منيحه. ما عليها لنروح ونبلش بتحليل الدم، وانا ما بعرف كيف بدي اتشكرك عن جد. ما في داعي للشكر. شكرا لك. ماما، منقدر انا واخي ننقذ حياه احمد يا ترى؟ ان شاء الله يا بنتي. حرام لساته صغير، ان شاء الله يطيب. بابا انت منيح؟ منيح حبيبتي، منيح. شو سحبوا منكم دم؟ لا لساتنا ناطرين بابا. طمني ابني انت منيح؟ ايه منيح بابا، وبدي اعطيهم دم قد ما بدهم، وما رح خاف من الابر. المهم عندي انه احمد يطيب من مرضه، واكيد رح كون جنبه دائما. يا بطلي. الو، ليش كان في اجتماع؟ بصراحة أنا نسيت. ماشي شوي وراجع. إيه معك أنا. لو سمحتوا تفضلوا فوتوا. يلا ابني نرجس. تعال. أنا آسف، كانت مكالمتي طويلة. شو صار، أخذوا منك دم حبيبي؟ إيه أخذوا. تعرف أني ما خفت من الإبرة هالمرة أبداً؟ برافو عليك. ماما بشيل القطنة من إيدي؟ لا خليها كمان شوي وضغط عليها منيح. ماهر بظن خلصنا، فينا نروح على البيت. إيه صح آسيا، تعرفي طلع عندي اجتماع كتير مهم وطلعت نسيانه. رح وصلكن على السريع ورح أرجع على الفندق. لا تاكل هم، أنا بوصلهم. لا ما في داعي تعذب حالك. لك ما في عذاب، مشان تكسب وقت وتلحق اجتماعك كمان. ايه صح بابا، رايح على القصر، منروح معه وانت لحق اجتماعك. طيب معناها انا رايح. ماشي، ولا تتأخر بالرجعة. تمام. يلا بخاطرك. سلام. مع السلامة. شوفك. يلا اطلعوا. مرحبا راجي، طمني عنك. والله تعبت كتير لهيك قلت باخد استراحة. وانت شو عم تعمل؟ يعني مبين عليك شارد وتعبان، شو صاير لك؟ خير في شي؟ انت عشتي وجع الحب يا زحل. حسيتي من قبل بشي خلاكي تحسي كأنهم عم يغزوكي بالسكاكين بنص قلبك مثلا؟ تعرف انك عم تسألني عن شي هو بالأساس أكتر شي عشته بحياتي. ايه عشته وتوجعت فيه كتير كمان، وحتى مستمر لهلا. المرة اللي بحبها تركتني يا زحل. ايه رفستني هيك ببساطة وقالت لي انقلع. حتى بتعرفي كيف قالت لي هذا الشيء وهي عم تطلع بعيوني بدون اي احساس، وقالت لي ما بحبك كمان. تخيلي طلعت ما بتحبني. وهالمرة ميرال مو هيك اللي كانت تشتغل بالصالون الفندق وانتشرت صورة إلكم بالجرايد؟ ايه هي هالظالمة. تعرف راجي،
لا تزعل من اللي بدي أقوله هلأ، بس أنت واحد متزوج. خلاص زحال، منشان الله لا تحكي مثل بابا. الكل بيعرف أني ماني مبسوط بزواجي. ليش برأيك زاهدة مرة؟ قديش أنا واحد طلعت حظه سيء بالحب يا زحال. من لما تركتني ميرال أنا ما عم نام وما عم آكل، حتى ما بدي فيقي من النوم. حاسس حالي مثل الميت زحال. مبين أنك كتير مزعوج وضايع راجي. بس ضايع؟ أنا خالص ومنتهي، ما بعرف لوين بدي روح. كل مكان بهذا الفندق عم يذكرني فيها. بتعرفي هالشي يا زحال؟ حتى هاي المعلقة. شايفي هاي المعلقة؟ كانت تشرب الشاي فيها شفة شفة. شو هالحياة هاي؟ أنا حاسة فيك راجي وزعلانة عليك، بس رح تنسى وبكرة بتشوف. كيف رح أنسى زحل؟ الوقت هو اللي بيخليك تنساها وبيخفف الوجع. تعرفي لما بيشيلوا قلبي بسكين وبياخدوه، وقتها أنا بنسى وبرتاح. هذا هو الحل الوحيد لأنساها. شو راجي لوين؟ ما بعرف زحل، طالع على السطح لأتمشى، بلكي بريح راسي شوي. تمام، روح غير جو. مو معقول ما حدا عم يحس بوجعي أبدا. يا ربي لمين بدي أحكي؟ لمين؟ آخ يا راجي، حاسة بنفس وجعك.